صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا من دولة بنغلاديش وجئت إلى المملكة لطلب الرزق، ولي نية لطلب العلم الشرعي إذا استطعت. والسؤال: أنا متزوج وزوجتي في بلادي، وأريد أن أعرف السنة في مدة الغياب عنها، علما بأنني أوفر لها النفقة بإرسال مبالغ إليها. أثابك الله وأعانك على ما أردت من طلب العلم. وزوجتك إذا كانت سمحت لك فلا حرج عليك تغير، أما إذا لم تسمح لك فإنك في كل خلال 4 أشهر تذهب إليها. نعم.